عليكم ورحمة الله وبركاته. سنابتنا عن مسجد قباء وعن الطراز العمراني قبل بناية عهد الملك فهد اللي هي هذه حاليا. نأخذ الصور القديمة حتى نصل إلى هذا الوقت أو إلى هذه البناية في وقتنا الحالي. طبعا هذه هي المئذنة في جهة الجنوب الغربي التي ربما يكون تحتها وأسفل منها بيت سيدنا سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. هنا طبعا هذه القبة الكبيرة اللي تحتها أو اللي أمامها المحراب الحالي الآن، وربما هذا الموقع اللي هو مكان القبة، البيت اللي بالقبة اللي شاهدناه اللي هو ينسب لسيدنا كلثوم بن الهدم شيخ بني عمرو بن عوف، وهذه المنطقة هي كانت لبني عمرو بن عوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس، وفي هذا المكان وهذه المزرعة اللي ربما طبعا المنطقة كانت زي الحرة، وهنا كان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى لبني عمرو بن عوف. وهذه المنطقة في الداخل هناك بني أنيف، وقبل بني أنيف كذلك في الداخل هناك العصبة، هي أول مكان تم فيه استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك في هذه المنطقة بجوار النخيل أو في الداخل للبناية المرفقة لمسجد قباء حاليا، هناك تقريبا بئر أريس وهو المعروف ببئر الخاتم اللي سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد سيدنا عثمان بن عفان في زمن خلافة عثمان بن عفان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ب18 سنة. فهذه المنطقة منطقة مليئة بالمعالم، ويكفيها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذه المنطقة عدة أيام قبل نزوله للمدينة المنورة، فتنورت بالمدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، وحينما توفي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. ربما في هذا المكان يكون دار سيدنا سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، بالضبط تحت المئذنة التي طبعا وجهة القبلة في المحراب مطعمة ببعض الآيات والأحاديث في الأعلى اللي هي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسفل منها مكتوب: قال الله تعالى في كتابه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، صدق الله العظيم. بعدين مكتوب هنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، صدق رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله. هنا مكتوب: إنما يعمر مساجد الله من آمن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. في الجهة المقابلة مكتوب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كذلك عدة كتابات جميلة، والذين قول الله عز وجل: والذين معه محمد رسول الله
والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكثير من الآيات والأحاديث